نروح لكابتن الكبير كابتن محمد عبد الله لاعب الاهلي والزمالك ونشوف رؤيته الفنيه في هذه المباراه. كابتن عبد الله برحب بيك في اخبار اون تايم، اكيد الليله وساعات قليله تفصلنا عن هذه المباراه بين منتخبنا الوطني امام موريتانيا ليستكمل مشواره في الصداره في هذه المجموعه. الو، سامعني يا كابتن محمد؟ معلش بس الصوت بعيد شويه. بقول لك مساء الورد ومنورني في اخبار اون تايم. حبيبي ربنا يخليك، مساء الورد عليك حبيبي. طمنا عليك، كله كويس؟ كله زي الفل والله الحمد لله، انت عامل ايه؟ طمنا عليك. انا تمام. منتخبنا الوطني عنده النهارده مهمه امام منتخب موريتانيا، التاريخ بيوقف في صف منتخبنا الوطني، لكن هذه المباراه هي استمرار لصداره منتخبنا في هذه المجموعه. برايك شايف المباراه ازاي؟ اكيد طبعا في البدايه نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر والجهاز الفني بقياده كابتن حسام حسن. طبعا التاريخ بيلعب لصالحك، اكيد طبعا دي حاجه مفروغ منها، بس انت فاهم الكره معاييرها مختلفه ومعاييرها كبير. صحيح. وفرقه موريتانيا بالاخص في البطوله بطوله افريقيا الاخيره ظهروا بمستوى كويس جدا جدا، فاتمنى طبعا يبقى كان تحضير المباراه بقى ان شاء الله على احسن حاجه نقدر نوصل للهدف المستهدف اللي احنا ماشيين عليه. وتكمله انتصارات كابتن حسام حسن الفتره الاخيره كان داخلي او خارجي بعد كاب فيردي وبعد ماتش تنزانيا، اتمنى له كل التوفيق. طبعا منتخبنا فرقه كبيره، عندك عناصر في كل الخطوط، لعيبه محترفه ان كان بره مصر او جوه الدوري المصري، اتمنى لهم التوفيق. طبعا ان شاء الله تبقى مباراه تبقى على قد الحدث، وان شاء الله ربنا يكرمنا بمكسب كويس ان شاء الله، ونقدر يبقى حافز للمباراه مباراه العوده ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن محمد لو تسمح لي، لو حضرتك تابعت تصريحات كابتن حسام دايما بيتكلم عن عدم يعني التقليل من المنتخبات الضعيفه من وجهه نظر حتى النقاد، فالمنتخبات الضعيفه كانت سبب رئيسي في بعض يعني الاخفاق في منافسات كبيره جدا، فشايف كلام كابتن حسام في هذا التوقيت مهم جدا للرسائل المهمه سواء حتى الصحافه او حتى اللعيبه. بص كلام كابتن حسام حسن كلام منطقي جدا طبعا، وانا مش عارف اللي انا عايز اقول لك، ما بقاش في منتخب صغير يعني. صحيح. المنتخبات دلوقتي بقت في افضل حال وفي احسن حال، اللعيبه المحترفه زي ما بقول لك غزت اوروبا بمعنى اصح، بالاخص اللعيبه الافارقه زي ما بقول لك. ابسط حاجه فريق موريتانيا، لو انت كنت متابع اكيد ومتابع البطوله افريقيا الاخيره، ظهر مستوى كويس جدا. انما كلام كابتن حسام ده كلام منطقي، كلام كويس جدا، ده يطمنك ان هو فعلا شغال بشكل كويس، بيطمنك ان هو فعلا بياخد الصغير قبل الكبير كمان، وبيدي اهتمامه للمباراه وتحضيره للماتشات بشكل كويس، وده كلام منطقي فعلا في الكوره بمعنى صح، ان الكوره ما بقاش فيها لا كبير ولا صغير. صحيح، ما عادش فيها كده. لو دخلتك في التشكيل النهارده، عندنا يعني بعض المشاكل في منطقه الجبهه اليمنى، وحضرتك واحد من النجوم في هذه المنطقه بالتحديد النهارده، محمد هاني وعمر كمال، اصابه مهاني وغياب عمر كمال، هل بيكهام يلعبها ولا كوكا يلعبها ولا مين يبقى، ولا احمد عيد ممكن يدخل كواحد من احد اللعيبه الشابه المميزه جدا مع منتخبنا الاولمبي وكذلك مع منتخبنا الوطني؟ بص انا يعني على ما اعتقد كابتن حسام مش هي ممكن ما يغامرش بشكل كبير بالاخص في المكان ده، المكان ده ممكن بيجيب فيه اكتر من حد، ممكن بيكهام لعب الباك رايت قبل كده، ممكن محمد شحاته يأديها، ممكن يعمل لنا مفاجاه النهارده وتلاقي زيزو هو اللي بيلعب باك رايت ويدخل حمدي فتحي نص الملعب مع مروان مع تريزيجيه صلاح ومرموش ومصطفى محمد، ده التشكيل المتوقع ممكن من وجهه نظر انا. ليها كذا حل يعني، لان هو برضه اكيد عارف فرقه موريتانيا مدى نقط الضعف اللي عندهم ومدى نقط القوه اللي عندهم، فاكيد هو اسرع واحد دلوقتي باللعيبه وبالتشكيل اللي يقدر يحطه. طب انت مش هتتفاجئ لو دخل احمد عيد كنوع من انواع سياسه التدوير والتحضير للعيبه شابه و بص احنا مش في نادي عشان اعمل سياسه تدوير في الوقت الحالي. انا اللي يهمني المستهدف بتاع 3 بونت. صحيح. احمد عيد عمل بطوله كويسه جدا، احمد عيد لعيب كويس جدا جدا وكواليتي عالي، بس كل مشكله احمد الفترات الاخيره ما كانش بيلعب في النادي المصري. فاكيد كابتن حسام عايز اللعيب الجاهز، يعني عايز اللعيب اللي رجليه في الملعب على طول. فاقرب واحد هتلاقي ان كان ممكن بيكهام، هتلاقي زيزو، هتلاقي محمد شحاته وبيشتغلها برضه مع نادي الزمالك وبيأديها بشكل كويس، دول ممكن يعني هيدور في الثلاثه دول. انما احمد عيد وارد ليه لا، كابتن حسام معودنا ان هو بيعمل لعيبه كويسه وعنده مفاجات كتير بدليل ماتش كاب فيردي بالتشكيل اللي نزل بيه، فوارد كل حاجه وارده في الكوره.
طب لو خدتك للمنطقه اللي قدام، مطمئن كتير جدا لوجود محمد صلاح وكذلك عمر مرموش بعد الظهور الطيب اللي قدمه انت بتتكلم دلوقتي في افضل جناح في العالم صلاح، وان شاء الله مرموش ماشي على خطوات نفس هداف الدوري الالماني، هداف الدوري الالماني وعلى نفس خطوات محمد صلاح. مصطفى محمد عامل موسم هايل جدا السنه اللي فاتت في فرنسا، والسنه دي بيلعب بشكل كويس مع نانت، فما اعتقدش ان انت في الثلث الهجومي بالاخص عندك مشكله، وتريزيجيه برضه كمان في حاله كويسه جدا. انا ما عندناش مشكله في الثلث الهجومي، فهي كل المشكله او العقبه عندك دلوقتي او المكان اللي ممكن يقلقك شويه هي حته الباكرات، وان شاء الله ليها حل. وجود عبد المنعم النهارده هيدي اضافه قويه للخط الظهر، ان كان مع رامي او مع خالد صبحي او مع بيكهام ايا كان اللي هيبدا ان شاء الله. فانا بقول لك ما عندناش قلق، ان شاء الله منتخبنا قادر انه يعدي المباراه دي لبر الامان، ويبقى تحضير للمباراه اللي جايه باذن الله. هل كابتن محمد، يعني اكيد انت متابع اول يعني لمسات كابتن حسام حسن، بقاله دلوقتي 6 لقاءات، خساره لقاء وتعادل لقاء وفوز 4، هل كابتن حسام بزغت شخصيته في هذه اللقاءات حتى الان، ولا لكن ممكن تستنى شويه وتقدر تقول ان في قوام اساسي وفي تكتيك اساسي وفي شكل وروح لمنتخبنا؟ امتى تقدر تقول كده، ولا بزغت حتى الان؟ لا شكل لا، كابتن حسام ماشي بخطوات ثابته كويسه جدا، بدليل عارف كل حجم مباراه وبالتشكيل المناسب ليه، مع العلم هو ما بيلعبش في لعبه كتير، يعني هو ممكن بيلعب في طرق لعب صحيح، انما لو جيت شفت هتلاقي يعني في ثوابت لقوام المنتخب ما بتخرجش بعيد عنها، انما ممكن اشتغل في طريقه العب بطريقه معينه. يعني الماتش كازر دي اشتغل 4-1 4-1، يعني انت صح بتتكلم في بيلعب تمانيتين، كان تريزيجيه او زيزو مع الثلاثه الثلث الهجومي، كان صلاح مرموش. ماتش وكان ضاغط جدا من اول مباراه، ماتش تنزانيا اختلف تشكيل لانه هو عارف حجم كل مباراه، انما ممكن هي بتختلف في طرق اللعب، وده هو شغال عليها بشكل كويس. بالعكس احنا شايفين تقدم جدا مع كابتن حسام، وحتى خساره المباراه اللي انت خسرتها، انت خسرت من مين؟ انت خسرت من كرواتيا صحيح، ثالث عالم، فرقه ليها لا لا، فرقه عندها سرعات وعندها خبرات بالزبط. وعندها القصه كلها بالظبط، فانت بتتكلم لا هو ماشي على خطوات ثابته لحد الان، اتمنى له التوفيق واتمنى له الاستمراريه على كده، وانا شايف ان شكل المنتخب فعلا اتغير تماما مع كابتن حسام حسن. يعني اقول لك على حاجه، ابسط حاجه مش ابسط حاجه، يعني هو فعلا ده بيبقى شغل كبير فاهم، شغل الثوابت كان قرارين او فاولات، حسام بيعملها بشكل كويس جدا جدا. صحيح، فانت انا بحييك على يعني على استضافتك، لانك انت بتابع جيد جدا لمنتخبنا، وحضرتك يعني حضورك عالي جدا في اجاباتك، لكن اخيرا وليس اخرا، توقعاتك لهذه المباراه؟ لا ان شاء الله هنكسب باذن الله. هنروح لنفس النتائج المسابقه 4-3 ولا هتبقى قريبه؟ انا مش بص، انا اللي يهمني 3 بونت، 1-0 زي 3 زي 4، اللي يهمني 3 بونت، فان شاء الله ان شاء الله. هل انت احد المتفائلين لعمر مرموش بعد صحوته في المنتخب الالماني ان هو يكون بصمته حاضره في هذه المباراه؟ عمر من يوم ما حط رجليه في منتخب مصر هو لعيب كويس جدا، وبصمته بتزيد يوم بعد يوم، ان شاء الله عمر. بس على مستوى النزعه التهديفيه يعني بقاله كتير حارمنا من اهدافه. لا ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله يبقى ليه كلمه النهارده باذن الله، ويقدر يفرحنا وفرح منتخب. انا سعيد جدا باستضافتك، شكرا كابتن عبد الله. حبيبي ربنا يخليك يا رب. اكيد حديث مهم جدا من واحد من نجوم الاهلي والزمالك، وواحد من الناس المذاكره كويس جدا منتخبنا الوطني.